إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، dear respected brothers and sisters in Islam، إن الله عز وجل لما خلق الخلق ثم خلق آدم عليه الصلاة والسلام خلق له منه زوجة فسكن إليها وجعل بينه وبينها مودة ورحمة. والمودة هي ما نسميه مجازا بالحب، مع أن المودة أوسع من الحب بين الرجل وامرأته، فإنك قد تحب أحدا ولكنك لا تبذل نفسك من أجله آناء الليل وأطراف النهار. أما المودة التي بين الرجل وامرأته تدفع الرجل إلى بذل نفسه آناء الليل وأطراف النهار لامرأته، وتجعل المرأة تبذل نفسها آناء الليل وأطراف النهار إرضاء لربها في زوجها. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. When Allah سبحانه وتعالى created everything and then He created Adam, peace be upon him, He created for Adam a mate from himself. She was a part of the body of Adam, as we spoke about it before. And Allah put between them what we call it affection and mercy. Affection is more than love. Affection forces a man, if he feels tranquility in his wife, it forces him to spend every possible effort day or night to please that wife and to maintain the house. And in the same time, it forces the wife, once she found tranquility in her husband, to spend every possible effort to please Allah in her husband, in the way she deals with her husband. She spends every possible effort day and night for her children and her husband. And this is exactly what Allah said in Surah Al-Rum, Surah number 30,
in verse number 21, when Almighty Allah said from His signs that He created for you from yourselves mates, so you may find tranquility in them, and He puts between both of you affection and mercy. وقال الله عز وجل ليشرح عظم المودة أكثر من مجرد الحب. Maybe you will love someone, but you don't spend yourself day and night or to please him. You love him, but you don't do that. But mawadda, the affection, forces you, as the other ayah in Surah Taha. والآية الأخرى في سورة طه توضح لنا معنى المودة. لما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم مع الملائكة فأبى، فقال الله عز وجل لآدم: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تطحى. آيات جليلات تبين حجم المسؤولية التي وضعت على كتف آدم لما أهبط إلى الأرض. When Allah subhanahu wa ta'ala commanded the angels, and Iblis was among them, to prostrate themselves to Adam, he refused. Iblis. Allah said afterwards, said to him, and we said, O Adam, that is a serious enemy for you and your wife. So do not let him to remove you from paradise. Because if he will do so, you may found or you may start to suffer. In the paradise, you never feel the heat, you never feel the cold, you never feel hungry or thirsty, you don't suffer. And what happened that Iblis was able to deceive Father Adam and our mother, and they both went out. But who carried the most risky responsibility was the husband. Look what Allah said to him, to Adam. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا. Don't let him remove both of you from paradise. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ. لَا تَجْعَلُهُ يُخْرِجُكُمَا. آدم وامرأته من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيا، لأنه لو أراد الله الشقاء لحواء وبناتها لقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، فإن الشقاء كتب على آدم وهو العمل خارج البيت في أي ظرف كان، فهو يعمل ويجتهد ويكد ويأتي بالطعام ويأتي بالشراب ويأتي بالثياب، وأمره الله أن يعد لهم ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا نكلف نفسا إلا وسعها. أوامر، فرائض. فماذا فرض على المرأة؟ فرض على المرأة ما لم يذكر أن الله فرضه على آدم. فإن قال الله إن لك ألا تجوع فيها فهي لا جوع عليها. على الزوج إن لم يجد إلا ما يكفي طعامها وطعام أولادها أن يصوم، صوم أنت، هي تأكل. أنت أخذتها من بيت أبيها وكان أبوها يطعمها ما تشتهي، وأنت رضيت بنقل الرزق مختارا إلى مسؤوليتك، وتنازل الأب فقم بواجبك. When Allah subhanahu wa ta'ala said to Adam, don't let him remove both of you from paradise, he didn't say, both of you will suffer. He said, you, Adam, will suffer. So suffering
is the responsibility of Adam our door. And he has to do his responsibility. And Allah laid down on his shoulder that he has to feed them, that he has to clothe them, that he has to protect them according to his maximum ability. No more than his maximum ability. Allah didn't say so to the woman. So what is the responsibility of the woman? Everything Allah said to be for Adam as a suffering, it is not the wife to do it. So the husband doesn't sit at home crossing his legs and let the wife go back and forth to look for rizq. And he is at home. Maybe he is relaxing. Maybe he doesn't find a job. That is special circumstances. But in general, he is not lying down 6 to 7 hours chewing cut, and he doesn't do anything, and he let his wife to go outside to look for rizq. That is not what Allah created you as a man for. Where is your responsibility? On the other hand, what is the actual mandatory duties on the shoulder of the woman? على الجانب الآخر ما هي مسؤولية المرأة؟ إن من الفقهاء المعاصرين ومن بعض الفقهاء طائفة من الفقهاء من قبلهم من قبلنا ما يأمر بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فتجد بعض الفقهاء يقولون أن المرأة لا خدمة للزوج عليها، وهذا وافق هوى بعض المدعين الحضارة والمدعين حرية المرأة والداعين لها، فأدخلوا في رأس المرأة وفي قلبها أنه لا خدمة لها على زوجها، بل إن شاء أن يخدم نفسه، فإن طلب منها كوبا من الشاي مثلا تكون مشكلة. أنت لم تأتي بي خادمة. ومن قال أنك خادمة؟ من قال أن الزوجة خادمة؟ وهل أنت أخذت الرجل خادم؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، فما هي الدرجة؟ بما أنفقوا من أموالهم وبما فضل الله بعضهم على بعض. كيف خلق الله الرجل؟ كيف خلق الله المرأة؟ ففضل الله الرجل على المرأة في الخلقة وفي بدء الخلق، وهذا اختياره كما قلنا مرارا من قبل. ثم أن الرجل ينفق من ماله، فأنت لم تشتريه عبدا يعمل من أجلك، وإنما طواعية جاء فطلب الزواج منك ورضيت به أنت ورضيت به أنت، فواجب عليكما أن تتقي الله في بعضكم البعض وأن تقوم كل بما أمر الله به أن يقوم. وتجد مثلا أن هذا رأي عند بعض الشافعية ورأي عند المالكية والأحناف أن المرأة لا تخدم زوجها. من أين أتوا بذلك؟ أنا لا أقول أني أفهم أكثر من هؤلاء العلماء، هم إن اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، ولكن أنا أنقل المقارنة بينما كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أعز الخلق إلى قلبه السيدة فاطمة رضي الله عنها عليها السلام وبنات الصحابة، كنا يفعلن ماذا؟ فكيف يأتي رجل من بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنها ليست بواجب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الواجب، أن هذا واجب عليك. فأيتها النساء ألا تتقين الله؟ لقد سافرتن من بلادكن وجئتن إلى أمريكا فأعجبكم ما تسمعون وأعجبكم ما تسمعي من بعض النساء، فتخبرك على زوجك وتأخذ منك طول الوقت ولا يكاد زوجك يأخذ منك إلا دقائق معدودة، وإن كان فبمنة وإن كان فبتك
تكبر، وإن كان في محاولة للمساواة مع الرجل، أنا أقول أنك لك حقوق كإنسان وهو له حقوق كإنسان، ولكن الذي فرض الحقوق في القرآن هو الله عز وجل. من يتعب خارج البيت ومن يتعب داخل البيت، هذا أمر الله وهذا فعل رسول الله وسنته التقريرية وسنته القولية صلى الله عليه وسلم. فأعجب ممن يجتهد ليؤجر، ولكن الناس لا تفهم فتوى فتفتن. ومن المعاصرين من يحرم الخدمة فأفسد البيوت وأفسد القلوب وأفسد عقول النساء، ورأت المرأة أنها لا حاجة لها في هذا الرجل، فهي ما دام تستطيع أن تقود السيارة، وما دام تستطيع أن تتكلم اللغة، وما دام تستطيع أن تكلم أصحابها الذين خببوها على زوجها في الهاتف ونحو ذلك، فإذا في غير حاجة لهذا الزوج، إن شاء أن يعيش كالخادم في البيت وإلا فليذهب إلى الجحيم. أهذا ما أمر الله به ورسوله؟ أين وجعل بينكما مودة ورحمة؟ Some people they follow the fatwa from some school people of the school of Shafi'iyya, some people of school of Malikiyya, some people of school of Hanafiyya. They said the woman shouldn't serve her husband. If she will do, that is a favor. It is not a favor, because that is in the Quran and it is in the Sunnah. The speech of the Sunnah of Rasulullah and the behavior of the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. For those who quit Sharia of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and they are completely satisfied with the tradition or with the culture of the American style or European style, from those organizations which is a call for freedom for the woman from being enslaved. Who said she's a slave? Who said? Who said that she is a servant? Who said that the husband is a servant? Why don't you fear Allah, the women to fear Allah and to behave according to the Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And if you think you are better than Fatima, daughter of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you think that you are better than Asma, daughter of Abi Bakr al-Siddiq, if you think that you are better than Aisha, daughter of Abu Bakr al-Siddiq, if you think that you are better than Maymuna, wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and all other wives, so in that case, you may refuse or to deny to serve your husband at home and let him get a servant for himself. And in the same time, none of you accepted the husband to get another wife to fulfill what he needs. Imam Ibn Qayyim said it is haram. It is zulm. It is the exact zulm. It is the exact oppression for the woman to order her husband to help himself. يقول الإمام ابن القيم وإنه لمن الظلم أن تأمر المرأة للرجل أن يخدم نفسه بنفسه. كيف يكون هذا؟ كيف يعد طعامه؟ كيف ينظف بيته؟ كيف يعد ثيابه؟ كيف يعد طعامه؟ كيف يغسل الأواني؟ كيف يعجن العجين؟ وكيف يطحن القمح؟ كيف يفعل هذا كله وهو مطالب أن يعمل في الخارج؟ كيف؟ وتقولون أن عقد الزواج عقد متعة؟ أي الطوائف أنتم؟ عقد متعة؟ هل الزوج تزوجك فقط للمتعة وأنت ألا تستمتعين بالزوج؟ Some people they think the contract of marriage is just a contract of pleasure, just to pleasure her body, to have fun with that. What about you? You don't feel pleasure when you approach your husband? Is this what was listed in the contract of marriage? Contract of marriage just for sexual relationship? Who said so?
It is full relationship. It is full way of life. According to the book of Allah, Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قولوا ما سمعتم. أستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم الله نور إمامي يا أبو العالم. الحمد لله رب العالمين. ولا عاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. روى الإمام البخاري والإمام مسلم وكثير من أهل الحديث أن فاطمة عليها الصلاة والسلام والراوي عائشة رضي الله عنها وارضاها فاطمة خير نساء الأرض خير نساء الأرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري الإمام مسلم and plenty of other people of hadith they collected hadith of mother Aisha that she said Fatima daughter of Rasulullah عليه السلام she came to the house of Aisha looking for Rasulullah صلى الله عليه وسلم. جاءت عائشة جاءت فاطمة عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة تطلبه لما سمعت أنه قد جاءه عبيد من مكان ما وأظنه البحرين أنه لما جاءه عبيد فطمعت في أن يعطيها خادم فذهبت إليه فلم تجده فأخبرت عائشة تشتكي الرحى من يدها التي تشققت من العمل في البيت ومن الكد والتعب فكانت المرأة كانت فاطمة تطحن النوى وكانت تحمله وكانت تعد السقاء وتعد الطعام وتسوس فرس علي بن أبي طالب وكذلك أسماء بنت أبي بكر كانت تفعل كل ذلك وكانت عائشة تفعل كل ذلك والحديث عن أسماء في البخاري وفي مسلم وسنقول إن شاء الله لو مد الله في العافية في هذا الليل حديث أسماء بتفصيل فحديث أسماء فيه 40 فائدة حديث أسماء فيه 40 فائدة لمن يدرسه فإن مد الله في العافية إلى المساء يكون هذا درس الليلة لمن أراد أن يلحق بنا في هذا الدرس فإني سأشير إليه إشارة عاجلة أن عائشة وفاطمة وزوجات النبي وبنات الصحابة وعرف المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا شز من شز بلا سند وبلا دليل إلا بهوى أو بفقه مجتهد أسأل الله أن يؤجره عليه ولكن ليس هذا هو عهد النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة أن فاطمة تطلب خادمة فما لبث أن ذهب إلى بيتها وبيت علي رضي الله عنه وأرضاه وكان قد أخذ مضاجعهما يعني قد نام والتحف فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقاما يقومان فأشار إليهما أن ابقيا مكانكما فدخل بينهما تحت الغطاء وجلس صلى الله عليه وسلم القرفصاء فخذيه على صدره وأقدامه باردة من الجو في خارج الغرفة فشعر علي ببرد قدميه في صدره صلى الله عليه وسلم ثم قال لها تطلبين خادما يا بنيتي قالت نعم واشتكت مما تجد في يديها رضي الله عنها وارضاها فقال لها ما قال لعلي ويحك يا علي لما لا تأتي لها بخادم ألا تعلم أنها ليست بفريضة عليها ويحك يا علي إنك مفرط في الأمانة التي أخذتها مني ويحك يا علي إنك لا تقوم بحق الزوجية ولكن نظر إليهما وتكلم كلاما بسيطا مفهوما قال هل أدلكما على خير من خادم قالوا قال بلى قال إذا أويتما إلى مضجعكما
فسبح الله 33 وكبر الله 33 واحمد الله 33 وروايات متعددة تزيد التكبير واحدة أو التحميد أو التهليل. المهم 100 تسبيحة وتكبيرة وتحميدا لله عز وجل، كل منهما يقولها إذا ذهب لينام، فيكون هذا التسبيح لكل منهما خير من خادم، خير للرجل خارج البيت وخير للمرأة داخل البيت. هذه التسبيحات تعينهما على واجباتهما، فتعين الزوج خارج البيت. وما قال لعلي قم أنت بذلك، هي فقط الاستمتاع. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الظالمين، وإنما هو العدل الحكم، وأقر ابنته على ما تفعله في البيت وإن كانت تعاني منه، فسرعان ما تغادر هذه الدنيا إلى رحمة الآخرة وإلى نعيمها الذي لا ينقطع. Daughter of محمد صلى الله عليه وسلم، she went to the house of رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة seeking, requesting a servant from رسول الله صلى الله عليه وسلم. When she heard that some slaves came to him from Bahrain, if I'm not mistaken, she found رسول الله صلى الله عليه وسلم absent, not in the house. She told عائشة to inform رسول الله صلى الله عليه وسلم was her request. When رسول الله صلى الله عليه وسلم went back, she told him, Mother Aisha told him, and he rushed to the house of Ali and Fatima رضي الله عنهما. He entered the house and he sat on the bed between both of them till Ali ibn Abi Talib felt the coldness of the feet of رسول الله صلى الله عليه وسلم in his chest. And رسول الله صلى الله عليه وسلم didn't say to Ali, whatever we may think it's a command that Ali should bring a servant, that it is not mandatory for Fatima to do what she's doing. She uses the stone mill, the millstone, to prepare the food. She takes care of the horse of Ali, if the horse at home. She prepares the food, she cleans the house, she prepares everything for Ali whenever he comes. He's working hard outside, and she's doing that inside. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam didn't say to Ali, oh Ali, what to you? How dare you do that with my daughter? Why you didn't bring her a servant? Or he didn't say anything of that. He said to both of them, let me tell you about something for both of you is better than a servant. They said, yes, we listen. He said, before you go to sleep, both of you, in the same time, each one to recite Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 34 times. Those are hundreds. They will help the husband outdoor. They will help the wife indoor. The same was the understanding of Asma. She was doing this to Az-Zubayr ibn al-Awwam. And the same, Mother Aisha was doing this to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the hadith of the accusation of Mother Aisha that she committed adultery, and she was pure of that before her innocence to be descended in the Quran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to her. Some woman used to come to help Mother Aisha at home. Her name was Barira. He asked Barira, oh Barira, what do you know about Aisha? She said, nothing bad. I never seen anything bad. Except she's a too young girl and she falls asleep when she prepared the dough. And she leaves the dough alone and the goat gets inside and eats it. Or the chicken, they eat it. That is all what she criticized Aisha with. Aisha was doing her best according to the ability of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the house. And beside all that, inshallah tonight, if Allah give me power
to give the class of tonight, we will speak about the specification of Hadith Asma in Bukhari. You will find the 40 benefits out of this hadith. 40 benefits out of this short hadith, 6 lines. So I hope you will attend that if the weather is good or if my health is good. So, beside all that, no one to enter the house of the husband without his permission. Even if he were your cousin. لا يدخل رجل إلى بيت المرأة بغير إذن زوجها. أبدا. يستأذن. فلان سيأتي لإصلاح شيء في البيت ومعه امرأته. تأذن أن يأتي؟ فإن أذن فبها ونعمت وإن رفض فلا. لأن هذا بيته. لا يدخل فيه رجل إلا بإذنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. والحم هو كل رجل نشأت المرأة على علاقة به كابن عمها وابن خالها أو قريب لها. لا وألف لا. لا يدخل رجل إلى بيت الرجل بغير إذنه. وإن دخل إما في وجود الزوج أو أحد كبار الأولاد البالغين العاقلين أو يأتي الرجل ومعه امرأته فامرأته تجلس مع المرأة والرجل يفعل ما طلب منه بإذن هذا الزوج. أيتها النساء، أيتها النساء اتقين الله ولا يخرج من ماله إلا بإذنه. فإن خرج من ماله بغير إذنه فله نصف الصدقة. يعني واحدة تتصدق من مال زوجها بغير إذنه فله يكتب له نصف الصدقة. إلا أن يكون قد أذن لها يقول تصدقي ما شئتي من فضل المال عندك. فهي تتصدق فلهما كلاهما أجر كامل. And none of you to spend a penny from the money saved at home in any form, food or whatever, without the permission of the husband. Why? This is what we learn from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biography. Or we just celebrate his birthday without practicing his sunnah, his way of life. Do not claim something and you behave differently. It is great sin. And very hated by Allah to behave against what you order others to do. وأنا أقول لكل إخواني إياك وإياك أن تدخل بيت رجل وهو ليس هناك. اتق الله. تريد تدخل؟ هل أحد من أولاده البالغين العاقلين موجود؟ إذا بإذن سابق أو بإذن الزوج.